الماء بخصوص كملحة فقط، انني لم ارى اشارة الى المناطق وما هو مناطق التموقع بها. ان الاقليم بحاجة ايجابية الى المناطق، اذا افضل اننا باش نكون نحيلوا هذه الوظيفة على المجالس، لابد من كل جامعة خاصة دير لنا مكاننا في الوظيفة. على هذا إذا اعتبرنا بطبيعة الحال جميع المجال الجامعات الأخرى، يعني رغم أنه الإقليم ديالوش عنده ثلاث عواصف ماشي عاصفة واحدة، نقول الطيب والدريش والنضال، لأنه المستقبل حسب طلبة التوسع سيكون الأمر فيما بعد بوجهة بواجهة مدينة واحدة بغض النظر عن التقسيم الخبري أو الجغرافي التالي، لأن هذا الموقع ديال المطيب والدريوش والنضال هو موقع يوحي ويشير إلى قابلية يعني الاندماج الثلاثي. هذا الاندماج الثلاثي كيفرض توزيع المجالات باستقطاب أو بتموقع المشاريع. إذا ما كانش واحد الاتفاق ما بين هذا الجامعة الثلاثة، أن لا بد من ناحية نزول نحيلوا هذه الوثيقة على الجامعات، لا بد من خصهم يديروا واحد اللقاء ثلاثي باش يتفقوا بيناتهم، على أساس أنه يخرج من واحد الوثيقة أكثر من ذلك رباعية، لأن تنقطع معنية مالية، لأن كاين اللي كتمشيك ماشي زعما كاين لا نمشي هذاك، ولكن كاين واحد الامتداد لا بد من تكون مناقشة يعني ثلاثية أو رمزية باش تخرج لنا واحد المنظور لتطوير هذه المدن، ولكن لتشمل جميع القطاعات. واحد النقطة أخرى في خصوص الملاحظات، وعندي ملاحظات كثيرة، وفقط بالنسبة اللي كان اختلف مع السي العام بخصوص المسابقة، لأن آخر شيء هي المسابقة. أولا هذا نقيم الدراسات تقول بأنه في الأرض اجتمع مع رؤساء الجامعات الدرامية الثلاثة، والحال ان اهم جمعيه ام جماعه ترابيه اللي كان خاصك تجلس معها هي المجلس الاقليمي، لانه المجلس الاقليمي هو اللي عنده الوقت ديال التنميه. اذا انتم كتخدموا في واحد الكور، المجلس الاقليمي عنده الوقت ديال التنميه الاقليميه، ما اجتمعتوش معاه، ما طلبتوش الراي ديالكم، ما طلبتوش الافكار، علاش اليوم غادي نجي نصادقوا لكم ولا غادي نحضروا معكم على الشيء؟ إذا أنا بالنسبة لي إلى أنه من باب النسيان الله يسامح، من باب التقصير راه أصلا هذه الدراسات راه العملية كيديك مقابل، وهذا الإقليم خاصو تنمية باش تحدد باش يتنمى، ماشي باش يجيو مكاتب القاعة ويعملوا لنا أوراق. لمذكرات راه ما فيهش بوم طيب ميلاد، فيه بوم طيب تفلسي ميطار دريوش ممتاز، وسط في حدود جامعة الأزهر. هاد الحوار ديالهم كان مع عدد ديال الجامعات، ميطار بونتيير دريوش على مستوى غير العرب المشاريع ديال دريوش، ولكن المجال الترابي ديال جامعة دريوش ما كبرتوش، ما وسعتوش، ولا ميكروسكوبيك، مازال ميكروسكوبيك، مازال هو أصغر مجال الترابي. إذا هذه المشاريع المقترحة في مجال الجامعة الترابية ديال كيروش، راه هي كلها جامعة مقدسة. إذا واش غادي نكبروا المجال الترابي ديال جامعة دريوش، ولا أنه غادا في جامعة مقدسة ما غايقولناش بأن كنديروهم في دريوش، راهم في جامعة ديال مقدسة. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ثالث ملاحظة، عن جو الاقتراحات في العرض يقولوا بأنه كاين دي جروب بروجي على مستوى الجهة، الإقليم خاص يستافد منه. ذكرتوا بعض الشيكا، ذكرتوا الميناء ديال الناظور، هذاك ماشي ميناء ديال الناظور، رجع للمقرر. الناظور غير المتوسط راه فيه الناظور والدريج، الله يخليكم إلا كاين شي واحد يقصد باغي يقصد دريج ما تقصدوش. على الأقل نتوما كنخدمو في الدراسة، لأن نتوما كنخلصو الميزانية ديالي، نتوما كنديرو الدريج.
هذا المتوسط كان المشروع الاخر الكبير ديال لوتوروت. لوتوروت كيربط مع كاسيف، ما كيربطش مع وجده، ما عندناش لوتوروت كيربط مع وجده. اذا هذه المنطقه ديال هذا الميناء اسمو غادي نستافدو حنا كاقليم في هذا المخطط، في هذا المشروع ديالكم اسمو غادي نستافدو منه اذا ما كانش عندنا شي حاجه اللي هي موازيه ممكن دار في الاقليم باش انه من الناحيه الاقتصاديه والتنمويه في هذا الاقليم. الانتقاد ديري واش كل واحد واحد من قلتي ما بحالك المنطيب، قلتي ما عنده مجال في كاع المنطيب، مجال تجاري بالدرجه الاولى ما كانش ما عندوش مجال في كاع. ويسمح لي السيد رئيس المنطيب اللي قلت لك واش هذا هو الواقع ولا شنو هو الواقع؟ المنطيب مجال تجاري محض ماشي مجال فلاحي، ما يمكنناش نحيدو في كاين الفلاحه كاينه في الضاقه. إذا كنا نديرو أنشطة اقتصادية نديروها في المنطقة كأنشطة تجارية، كنا مجال تجاري منطقة ديالنا دابا. المنطقة الصناعية ما مذكوراش نهائيا، والحال أن حنا ديما كنبدلو على 1000 هكتار اللي في المنطقة ديال الدارسة بورحاية اللي غير محاكية للطريق الساحل للأوتوروت وقريبة من الميناء. في غادي يخدمو هاد الناس ديال الإقليم؟ منين درتي المعيار انه كاين السكن الاقتصادي والسكن الريفي او القروي؟ راه ما يمكنناش يكون عندنا عمارات، لانه العمارات اش كنا عمارات كنا الناس هنا موظفين ولا مستخدمين ولا عمال، ليش يشريو السكن الاقتصادي؟ نهار تكون عندنا المنطقه الاقتصاديه والمنطقه الصناعيه غادي تكون عندنا العمارات. الناس هنا كاين رزقهم، كل واحد كاين القبر ديال الحياه ديالو. ما يمكنناش نفكروا المنطقه ديال العباره الى ما عندناش الناس مقبلين على الشراء ديال الزفارتون. وباش يكون عندنا الناس ديال اللي كيشوفوا الزفارتون خاص يكون عندنا العمال المستخدمين صغار الموظفين. وفين درت لهم النشاط ديالهم؟ راه حيدتي، راه ما درتيش منطقه اقتصاديه. هل ممكن انه من خلال التواصل ديالكم مع الجماعه تمكنا من استجابه لمجموعه من المطالب؟ من المطالب تمت الاستجابة إليها، لكن هناك مطالب لم يتم الاستجابة إليها. كما قلت من خطوط تجهيزات الكرة بشكل عادل بين البلد ديال التلال، جماعة الكرة ديال التلال، كنا اقترحنا إحدى المنطقة اللوجيستيكية بين ميلان وفركوش وبوتيف وتفاسي في الوقت الناسي منطقة بورحاية كاين توسيع المنطقه المخصصه للتعمير في اتجاه بوفركوش، تاخذوا بعين الاعتبار رغم ان مشروع تصميم التهيئه في طور. عندنا نحضر باش السيد مدير الوكاله الحضاري كاين ما استجبتوش تخصيص واجهتين الاخرى، تخصيص واجهتين طريق وطريقكم في اتجاه المشاريع الكبرى والاستثمارات، وكاين مساله احداث نواه جامعيه وجيتوا للجماعه وديتوا اتفاقات الشراكه. ونأكد لكم أن جماعة ميلا قطعت أشواط وفرنا العقار المناسب، وعندنا تأكيد مراسلة من السيد رئيس جامعة محمد الأول ما يقول توطين هذا المشروع في ميلا، هذه وظيفة رسمية باش نقولها لكم. ما استجبتوش إحضار محطة طرقية، ما استجبتوش إحضار سكن الجملة، وأكثر من ذلك لاحظنا انه لم تستجيبوا، لم تقوموا بملائمه محيط المدينه اقترب الوقت في المدير مع قبضه مشروع التصميم كما قلت سابقا. اكثر من ذلك اجتهدتم انفسكم، جلستم في البيره وفي الطلبات، قلت انا الناس نكبروا ونعمروا وكذا، درتوا شي مشاريع شي اضافه في المشاريع المرتبطه بالجماعه اللي دار ما حضرناهاش. بخصوص احداث قطاعين المشاريع في كل شمال وغرب المدينه. كاين احداث مدارس التكوين العالي بدلا من النواه الجامعيه. وغادي نرجع لكم بهذيك المصطلحات اللي كتستعملوا هنا في الوظيفه ديالكم، واحد المره ديروا لها ديك يونيفرسيتي في ميدا، واحد ديروا لها في بوفركوش، واحد ديروا لها كذا، وانا نوظف السادة اعضاء اللجنه المعنيه هاد التناقضات الترتيب العالي اللي كيلعبوا عليهم هذا المكتوب في الدراسه. مشيتو درتو واحد المحطة ديال التوقف، تقول لي دابا ما تسمعش العربية كتقول محطة طرقية، محطة التوقف ديال الكار، داكشي اللي كاين،
فين احداث سوكو ملحقة لا سوكو الكاري حنا تنضع سوكو الجملة سوكو الجملة قلتو راه غادي نديروه بالطيب دابا ما عرفينو مين كو عرب واش نكون واضحين أنا هذا أتذكر 61 بناء أو إدارة من مراسلة الأخلاق جوهو ثلاثة فقط المطلوب حديث أجوبة رغم أنه وقع المراسلة الإدارة المستكرمة على حالة حالة مخطط جلسة صغير مفهوم أو مخطط في إدارتنا هناك كريسية مجموعة لأنه أربعة ربما على فتش وقع لا يعتبرون من جماعة ولا جماعة هي معناتها مقر يعني مستقر في بلاصه اخرى غير شفنا لها ولا غير شفنا لها اللي وقع اللي وقع هو خطرت في الاجتماع السابق في الدراسه السابق توا الانسان انا عارف شنو المشكل هو انه التعامل مع المصطلحات ربما توحي بان الاخوان في المداخله ديالهم ركب قالوا كلمه حق ووضعوا يدهم على الجرح وانا بدات معه عن الجميع عن اللي قالوا المشكل الحقيقي فعلا هو التشخيص التشخيص ما كانش عيني ما كانش واقعي كان تشخيص ما عرفتش انا منين جابوا دوك المعطيات وضعوا التقرير ديالهم وانا عندي مثال سبعه عندي مثال على واحد النقطه جات عندي في التقرير ديال الاخوان في الدراسات وقال لكم يخصوا على الأغراض إنجاز محطة في 2020 وفي 2030 هو محطة ديال التصفية ديال الوطنية كما كتعرفوها الشهر بدات كتشتغل من 2015 وهذا معطى يعني تشخيصي يعني ماشي حقيقي وربما غير هذا المعطى هذا نقدروا نستدلوا أن التشخيص ما كانش في المستوى ما كانش حقيقي ورغم أنه السيد العام رسمنا الإخوة من الدراسة رسمناه في شهر 8 2016 وقلت لها المعطى هذا لانه معطى ماشي حقيقي كاين مغالطه ولكن باقي في التقرير بمعنى ان حتى اللقاءات اللي كنديروا معهم على المستوى يعني المحكمه الجماعه ديالنا ولا ما كنطلقش بعين الاعتبار صناعه اذا الا ما كانش كنطلق بعين الاعتبار ما علاش غادي نضيعوا الوقت يعني في هذه الاجتماعات بكل صراحه يعني العلاقه ديال المنطقه من ديال الرؤساء الجماعات راه ما كتاخذش بعين الاعتبار علما ان المنطقه بين الجماعات راه عندها برامج عمل وعندها سياسه المويه في المدن ديالهم فما عرفتش انا السلام والله ما عرف ما فهمنا والو من هذه الشراكه اللي كاينه ما بين الجماعه في الدراسات وبكل صراحه السيد المدير الاخر على راسه تاخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ديال الرؤساء ديال الجماعه. كاين واحد المجموعه ديال الملاحظات ورؤساء تلقاهم في نفس المجال خصوصا بالنسبه لبعض المناطق التنطيط. احنا كما كنفهموا عندنا واحد السوق اسبوعي راه وجدناه عندنا حتى مطلوب التحقيق في الوكاله العقاريه ولكن بالنسبه لضغط مارتك قاطع ما تقطعش في المقاطعه اللي هي كبيره وكبيره جدا ما تقدر يعني توصل تما لضغط وما راش يدور تندار في واحد المنطقه يعني ما عرفتش ما عندها حتى شي اهميه ومنطقه تنشيط تندار في واحد يعني في المنطقه اللي فيها الملعب الرياضي وفيها القاعه المخططه الجماعيه بصراحه يعني التشخيص ما كاينش يعني في علمي ولكن حتى المقترحات ديالنا يعني وقت كنديروا معاهم اجتماعات في الجماعات المحليه ديالنا ما كتلقاش بعين الاعتبار نهائيا وقرار المناسبات ولهذا ما عرفناش السيد العام شنو انا كنطالبهم بعدا باش يجيو يديروا لنا يخدموا هذا الملف راه باش يكون عندك في الرباط يعني ودير التصور ديال الاقليم يعني باش دير التنظيم ديال المجال ديال الاقليم هادشي راه ما عرفتش معنا المفروض انهم يجيو يفتحوا مكتب هنا في الاقليم ديال الدروش ونخرجوا معاهم حنا نوريوهم كاع الاماكن اللي كاين التراب ديال الجماعات الحضاريه والقرويه وحنا مستعدين نعطيهم المكتب الجماعه ديال التنظيم هنا ديال الاقليم الجواب انا كنقول لا من خلال المعطيات ومن خلال التدخلات ديال
اللي سكوني وكان شاطر الرأي ديال السي أملاح، يعني من المستحيل في حي الرياض غادي دير واحد غادي تمشي يعني تعالج المشاكل ديال واحد يعني منطقة بعيدة على الراس. يعني إذا كنتوا فعلا هذا مكتب الدراسة كان غادي يدير شي دراسة يعني علمية واقعية يعني كتلامس وكتجاوب الحاجيات ديال المنطقة، كان خص على الأقل نزولها يسوقوا للزوار، يمشيو الناس يشوفوا الناس كيفاش كيتسوقوا، كيفاش كيديروا التطبيق، كيفاش كيلعبوا كورة، كيفاش يعني الحياة اليومية ديالهم. كان على الأقل نجي مكتب الدراسات يدير لقاء مع الساكنة، مع المجتمع المدني، مع رجال الأعمال اللي عندنا، يعني مختلف الشارع يعني على غرار يعني المنتخبين. إذا إلى هذه الواقعة هذا الشيء اللي في الرباط يعني مستحيل غادي تعطيو لنا هذا الشيء اللي بغينا. يعني كيفاش انتم غادي تعرفوا توصلوا غادي تحددوا الهويه ديال هذا الاقليم ثم ما درتوش استشاره كبيره مع ناس مختصين في السياحه في التجاره في الصناعه يعني في مختلف يعني ديال الانشطه. يعني الفضاء ديال الدراسه ديالكم ما كتعرفوش، يعني لو كنت تدرس واحد الفضاء تعرفوا لان انتم هذا الفضاء ديال الدراسه اللي كدرسوه ما عرفتوش وما عندكوش عليه مرايات. يعني مثلا كتقول هذا كتقول مثلا الساكنه القرويه يعني كتخافوا ما ترتفع في المدن، اعطونا علاش اسباب يعني اسباب ومسببات يعني باش تنورونا. هذا بالنسبه للمشاكل يعني الحوايج اللي كنا حاليا شخصيا كنتمنى هذا المكتب الدراسه غادي يوصلوا بحقيقة يعني الهاجس ديال السكينة على احنا الساكنة ديال الإقليم يعني بالإجماع أن واحد مطلوب يعني ضروري وحيوي لإخوان قبيلة هضروا عن السياحة وهضروا عن الصناعة وهضروا عن المياه وهضروا هذا الشيء يعني هذا الشيء إذا يتحقق إذا كان سد ثم ما هضروش مثلا على باش نهضروا على الفلاحة باش نديروا هذه الفلاحة بالشفش الفلاحة ما كانتش في احسن ما يعني خفتوا هذا الجانب. حنا اللقاءات اللي كان دار في الدراسه ديال الجهه يعني الاخوان اللي راحوا مع الاطر ديال البلديات يعني حينا عليها مطلب حيوي وضروري. يعني الحياه ديال هذا الاقليم حنا ما كنتوش صراحه بانوا لا سياحه لا صناعه اذا ما كاينش الماء. اذا ما خفتوا اذا خفتوا هذا الجانب شنو التنميه اللي غادي نديروا هذا الاقليم؟ يعني ربي يحاول يختصر الاخوان راه اللي قالوا راه يشفي غالي. ثانيا المجال ديال الرياضه ديال الفتور كنهضروا على الملعب الكبير في جدال 180 مليار واحد في الماضور بحال الا لعبنا في الميدان ما عندناش ملاعب في الناس ديال الرياضه يعني الاقليم يعني ما كانش اشاره. نقطة عندنا الميناء غرب بريوش غرب المتوسط هذا الميناء اللي غادي نبدا هل المكتب ديال الدراسة خصي يشرف يعني أنشطة موازية لها باش باش يقلي الأبناء ديال هذا الشيء غادي يستافدوا يعني ما كانش إشارة يعني غير بدلتوا السمية نظروا النظر راه ما كانوش غير متوسط غير بدلتوا السمية وتسيطوا نتاعنا. يعني هذا المكتب الدراسة خص يعطينا واحد رؤية شمولية استراتيجية مكتب الدراسة تقدم مشروع تصميمي اللي هاد المشروع التصميم قام بإغلاءه بالملاحظات ديالي، الملاحظات ديال مجلس الشعب كلهم رؤساء الجامعات، والملاحظات ديال المصالح الخارجية. مجموعة المحطات اللي زارت لي هذه يعني غتكون مر هذا الاجتماع، أهم محطة هو مدونة ديال المجلس، قبل مدونة ديال المجلس كاين أولا الملاحظات ديالي ديال المصالح كلهم، بما فيهم المصالح الخارجية، رؤساء الجامعات، باش غتكون واحد يكون اجتماع الاجتماع لتدارس هذه الملاحظات قبل ملاحظة مدونة المجلس وعاد من مدونة المجلس غيكون اجتماع ثاني اجتماع مركزي لتدارس الملاحظات مرة ثانية عاد تالي آخر مرحلة هي مرحلة المصادرة. مكتب الدراسات يعني صحيح بأن درس يعني صرد واحد الأهداف والإشكاليات والطاقة المثلثية اللي ذكرها كان في الدراسة
يعني الثلاثي اللي حاول باش يعطيها يعني باش يعرض بالتفصيل كيبقى ربما مازال كما قلت السيد هادي عندنا واحد المجموعه ديال اللقاءات التشاوريه في اطار المقاربه ديال المقاربه التشاوريه اللي كندهجوها جميع انجاح هذه الوثيقه اللي كنعتبروا بان خالق الطلب كما جاء حسن وهاد المجموعه ديال رؤساء الجامعات بان اللي غتحدد لنا المستقبل ديال هذه المنطقه ما تخدمش هادشي يعني.